أهلا بكم، نافذ على مصر، حلقتنا مستمرة. وفيها محافظة الجيزة تعاني من مشكلة كبيرة في نقص المياه، فما هي الأسباب؟ وهل يسعى المسؤولون في مصر الآن إلى حلها، أم أن الضحية دائما هو المواطن المصري البسيط؟ بات انقطاع المياه وغيابها عن المواطنين في محافظات شتى أمرا طبيعيا في ظل انشغال النظام السياسي الحالي بتثبيت أركانه على حساب حاجيات المواطنين الذين باتوا في حيرة من أمرهم، يجهلون المقصد والقبلة التي يجب أن يولوها لحلحلة مشاكلهم بعيدا عن الخصومة السياسية. أهالي الجيزة لم يكن بوسعهم لمواجهة انقطاع المياه طيلة الأيام الماضية سوى تنظيم وقفات احتجاجية قطعوا خلالها الطرق العامة للاعتراض على شح المياه بطريقة غير آدمية، زاعقين في وجه النظام أن لبوا نداءاتنا قبل أن ينفد صبرنا، ولكن لا ملبي لنداءاتهم من جانب حكومة الانقلاب. فلو أنت جيت النهاردة اتكلمت في كهرباء بدون دعم مطلق وغاز بدون دعم مطلق، الناس مش هتستحمل. ده عايز الأول أغني الناس، أغنيهم، بدل ما بياخد 1000 يبقى بياخد 1500 2000. عبد الفتاح السيسي الذي جاء إلى السلطة عبر انقلاب عسكري مروجا لوهم دعم الفقراء والغلابة، وروج إعلامه أن الرجل لا يقوى على تحمل آلام المواطنين ويسعى بكل قوته إلى تلبية حاجاتهم وحلحلة مشاكلهم، ترك الشعب يغوص في مشاكله والتفت إلى الرصاص يقتل به معارضيه ويعتقل مناوئيه ويصدر الأحكام ضد رافضيه ليس إلا. تجاه الشعب المصري الصابر، تجاه الناس الغلابة اللي لما بيجي الحديث عنهم كنت بشوف الدموع في عينيه، في مرة بكى وبيتكلم عن بعض الحالات ما قدرش يخفي دموعه. ما بين انقطاع المياه وارتفاع الأسعار وغياب السلع الأساسية وارتفاع أسعار الدولار في مواجهة الجنيه وعجز الموازنة، بات المواطن أمام نظام عاجز اقتصاديا لا يسعى إلا إلى تجريف البلاد والعباد من مقومات الحياة الأساسية، ولعل ثورة قادمة يدفع النظام إلى اكتمالها أهم مقوماتها العجز الاقتصادي ومعاناة المواطنين قد تكون في طريقها إلى الاتحادية مرة أخرى. أهلا بكم، دعوني أرحب بضيفي معي في الاستوديو الأستاذ أحمد عبد الجواد رئيس حزب البديل الحضاري تحت التأسيس. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا دكتور. مشكلة محطة مياه الجيزة ليست بسبب نقص منسوب النيل، هذا ما يقوله حسام مغازي وزير الموارد المالية. أحمد زكي بدر وزير التنمية يقول أن اهتمام المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بمتابعة نقص مياه الشرب بالجيزة بصفة مستمرة من أجل حل المشكلة، ومحافظ الجيزة يتحدث عن بدء الإنشاء في محطة مياه الحوامدية بهدف القضاء على مشاكل ضعف المياه. ماذا يحدث ولماذا هذه الأزمة الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب خلينا نرد على دي التصريحات اللي انت حضرتك قلتها، دي وزراء مش كده ومسؤولين، محافظ الجيزة، وزير تنمية محلية، وزير الري. طيب تعال بقى نرد الأول على محافظ وزير الموارد المائية والري حسام مغازي. نعم، هو بيقول انه انخفاض منسوب المياه في الجيزة ملوش علاقة بانخفاض منسوب المياه في نهر النيل. يجي بقى المهندس حنفي محمد حنفي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الجيزة بيقول إيه بقى؟ ده الكلام ده قاله على شبكة تلفزيون الحياة يوم الاثنين اللي فات. قال بالحرف سبب انقطاع مياه انقطاع المياه عن فيصل والهرم هو انخفاض، خد بالك، منسوب مياه النيل ما نتج عنه كثرة الطحالب والشوائب المحطات. ده الوزير بيقول، بيرد عليه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الجيزة. التصريح ده موجود على التلفزيون الحياة. أدي ردا على التضارب. طيب أرتاني بيقول لك إنه شريف إسماعيل، التضارب ده عايز تفسير. ما إحنا هنقول لا، التفسير إن أنت مش قدام حكومة. من الخطأ يا دكتور أسامة إنك بتنظر إنك أمام حكومة. يعني المفروض تصدق مين فيهم؟ لا، المفروض ما تصدقش حد، وأنا هدلل لك على ده بس بعد ما أعمل المقارنة دي. اتفضل. طيب شريف اسماعيل او المتحدث بيقول لك ان شريف اسماعيل وجه بصوره الدرجه الحال. طيب نفس وزير من عنده، وزير من عنده اللي هو مفروض وزير الاسكان والمرافق الجديده اللي هو مفروض مصطفى مدبولي، بيقول ايه بقى؟ سيتم انهاء ازمه نقص المياه في الجيزه في شهر يونيو المقبل اللي هو شهر 6 2016. ده رئيس وزراء بيقول لك وجه بيومين.
يجي وزير الكلام ده منشور على لسانه وتصريحات قالها وممكن ترجعه لليوم السابع، بقول لك هتخرج هتنتهي في ازمه في شهر 6 يعني بعد 8 شهور. ليه بقى الكلام ده قاله وهو بيفتتح مشروعات في حافظه الجيزه تكلفتها 615 مليون جنيه؟ وتعالى بقى الادهى بقى ان الراجل بيقول لك ايه بقى، شوف الخبز، ارجع سبب نقص المياه زي ما الناس قالت تانيه لزياده معدل المباني المخالفه اللي تمت بعد ثوره 25 يناير، ادي اسقاط تاني على الثوره وكلام طبعا لا يصح انه يخرج من وزير. طيب يعني السبب الوحيد الذي تحدث عنه هو مباني ما بعد الثوره بالظبط، يريد ان يتحدث عن حاله فوضى جاءت بعد ثوره يناير بالظبط. ده ادى يعني في دوله المفترض بقى في ملف المياه اصلا اللي تم استغلاله ضد الرئيس محمد مرسي وازمه مياه النيل وقعدنا نصرخ ونلطم وكل ما يسمى الخبراء لاموا على الرئيس على الاجتماعات اللي تشاور فيها مع الناس كلها، القوى الوطنيه الوضع حلو في الاخر قلبوه وجي السيسي راح باع المساله على المكشوف. فانت ليست امام نظام لما وزير يطلع يتكلم كده ويقول ان يعني سبب النقص. وخليني اتوقف هنا، هل تعني ان هذه الازمه لها علاقه بسد النهضه وما يحدث؟ بالتاكيد يا فندم. كيف؟ بالتاكيد، لانه انا اصدق الكلام ده لانه مفيش حاجه اسمها مباني تاثر. يعني طب ما الناس طول عمرنا في الشارع بنيجي بعد العصر كده في الطراوه بنمسك الخرطوم، شوف بقى الشارع في كم بيت والحي في كم شارع والمدينه فيها كم حي. بعد العصر ولا الصبح؟ بعد العصر والصبح. الصبح هم بيرصوا وخبالك بنرص الميه، ما كانش في حاجه بتحصل تمام. تيجي تقول لي بقى ان شويه مباني توقف لي الميه؟ طيب يعني في انهي حي بالظبط؟ الرد الثالث بقى، الحكومه المصريه تتعامل مع الامر ده ازاي بقى؟ تيجي قوات الامن المصريه ناس طالعه تعمل وقفه احتجاجيه عشان ميه، عشان يشربوا ميه في بلد النيل، تقوم الدوله قوات الامن تروح ضربهم بالخرطوش وتضربهم بالقنابل عشان يفرقوه. ده حصل في اللي هم احياء صفه اللبن والهرم وفيصل عند منطقه الطوابق. طب ولكن الدوله وفرت ميه، يعني ما رشتش بخراطيم المطاف بالظبط كده، ولا بترشهم بيقول لك ايه بترشهم بخراطيم الميه. الازمه يا دكتور ان حضرتك قدام نظام مش فاهم بيعمل ايه. طب خلينا بس نرجع كده في عجاله عشان ندلل على كلامنا بقى. ازمه العشوائيات في مصر اتعملت سنه 93 وبدا اول حل ليها. خلينا نتكلم بعد الثوره اللي بيتهموا ثوره يناير بيها في حكومه الدكتور هشام قنديل المفترى عليه، في حكومه الدكتور محمد مرسي الناس في الف في عملت ايه بقى يا سيدي؟ هشام قنديل عمل اتفاقية تطوير العشوائيات بين القاهرة والجيزة ووزارة التخطيط والاتحاد الأوروبي في سنة 2012 في شهر أغسطس، وعمل اتفاقية بالأمر ده، لكن في النهاية جاء الانقلاب دخل حازم الببلاوي وعمل اتفاقية تانية تم رصد 7 مليار جنيه من أجل حل هذه المشكلة. وبعدين علي عبد الرحمن محافظ الجيزة في أكتوبر 2013 وضع حجر أساس للمرحلة الثانية من مشروع تطوير عشة السودان وبما فيهم المية في خطة تبلغ 14 مليون جنيه بتمويل من صندوق العشوائيات. خد بالك من الأرقام، في نوفمبر 2018 أو 5 نوفمبر الببلاوي أطلق حملة تطوير العشوائيات ومية نظيفة تحت شعار شبابنا يقدر بالتعاون مع وزارة الشباب. وبعدين يسند بقى الكلام ده لمين؟ لجهاز الإنشاءات بالقوات المسلحة. طيب هذه ضمانة لتنفيذه. طيب بدعم من ايه؟ من باشراف شركه سامح سيف اليزك. الكلام ده موجود في وبدعم من شركه سويرس وخطه وصندوق الالماني. طيب هم قالوا الكلام ده يعمل ايه؟ فكل واحد يروح يفتح الكلام ده اقول لك في خلال 6 شهور. الانقلاب تم من امتى يا دكتور؟ من حوالي سنتين بدءا من حكومه البلاوي. لما ما يكونش حصل حاجه في تطوير الميه ولا تطوير العشوائيات زي ما قالوا، إذن لازم نسأل بقى على الأموال اللي تم تقصيصها 7 مليار و140 مليون جنيه ومش عارف إيه والشركات. طيب اللي قالت في تصريح لحسام مغازي يعني أثار أيضا لغط كبير جدا، هو يتحدث أن الوزارة تقوم بتوفير المياه لحوالي 900 محطة شرب مقامة على شبكة المجاري المائية بمختلف محافظات الجمهورية، وأن حدوث مشكلة بأحد محطات الشرب بمحافظة الجيزة ليست مسؤولية الوزارة. يبقى مسؤولية بقى مين؟ الله والخفاء. يعني انت دلوقتي محطه المياه الجيزه دي تابعه لمين؟ لوزاره الري والموارد المائيه. مين على راس الوزاره دي؟ المفروض الوزير. لما تحصل عطل يبقى مسؤوليه مين بقى؟ هل الله والخفي ولا الاخوان في موضوع حسن مالك برضه؟ ربما قبضوا على البتاع عشان هو سبب ارتفاع الدولار. هي يا دكتور
في زمن الانقلابات او زمن لا معقول من الممكن انك تجد هذه الاشياء. واحنا ضربنا مثلا لحضرتك تضارب وزير مع وزير، رئيس مع رئيس، كلام يعني ما تعرفوش. كل ده في النهايه اعتمادا على انه في اله قمع بتضرب، في اعلام ما بيحطش الناس قدام المشكله، في اعلام في زمن او في عهد سابق وزمن شرعي كانوا لو واحد اتشك بابره كل المحطات الفضائيه تجند. طيب انا الان لن احدثك عن الاعلام، ولكن ساتحدث عن المتضررين من مياه الشرب الغير موجوده في محافظه الجيزه. هل تعتقد ان هؤلاء سيتحركون اعتراضا على ما يحدث مثلا؟ طيب خليني اقول لك بس ان المياه دي في مصر، وانا سويسي بالمناسبه كده في عجاله، كل سنه وطيب وشعب السويس طيب، لان بكره العيد القومي، العيد المقاومه الشعبيه، وانا سويسي حتى في النص كده يعني. فيروس سي ده بنتاتج عن الميه او جزء منه عشان الميه. مصر بتحتل المرتبه الاولى في العالم في الاصابه بفيروس سي، صح؟ مصر اللي فيها بلد النيل اكبر نسبه من الميه اللي فيها منوحه في مصر. ربما تقصد الفشل الكلوي. الفشل الكلوي وفيروس سي كمان، او فشل الاثنين. نعم، مصر دايما وهي بلد النيل فيها ازمه في كل الاشياء اللي هي بتتعلق بصحه الانسان. مصر في عداد الدول المهتمه اللي فيها تنميه صحيه، مصر بتاتي كالعاده في ظل او في زي الدول الموجوده. الناس هتعمل ايه؟ انا اعتقد ان كان في رساله واضحه فيما يسمى الانتخابات البرلمانيه، كان في تصويت كبير جدا من الشعب المصري، بس تصويت بشكل اخر، عزوفه بهذا الكم عن الذهاب للانتخابات كانت رساله بقول لهم مش عايزينكم، لكن ماذا تفعل بنظام لا عنده احساس ولا عنده شعور؟ طيب، ولا عنده دم. يعني ربما هذا الذي قلته الان فيما يتعلق برساله من الشعب المصري بعدم التصويت، وصفته كاتبه صحفيه اماني هولا، وقالت في مقال كبير جدا بجريده الوطن، عنوانه كان صادما استاذ احمد، سيدي الرئيس تتحدث للسيسي ابوس ايدك زور الانتخابات، وتحدثت عن هؤلاء الذين نتحدث عنهم الذين يعانون من نقص المياه ونقص التعليم ونقص الخدمات، وصفت حالات كثيرة جدا من قطاعات من الشعب المصري بالأمية والجهل وعدم استيعاب برامج سياسية وهكذا، وأنه يأخذ مال سياسي فيذهب ليعطي صوته، وتطالب السيسي بشكل صريح بأن يزور الانتخابات لأن هذا الشعب غير مؤهل لممارسة الانتخابات. طبعا هذا الكلام مش غريب على اللي هم الناس عربين السيسي. في عجالة كان لازم ما يسمى الكاتبة ان هي تسأل من المسؤول عن ادراج ثقافة التصويت بالاموال، هم المسؤولين، هو الحكم العسكري من زعام 52. انظر بالمقارنة للانتخابات قبل 52 وبعد 52، ده حاجة بنقول لها. ومنذ متى كان الصوت المصري في صندوق الانتخابات له قيمة عند العسكر؟ المرة الوحيدة اللي كان الصوت ليه تمن تم حل كل البرلمانات او البرلمان، ويعني اختطاف الرئيس اللي جاي باصوات منتخب. فكرة بقى ان هي بتعاير الناس بالجهل والفقر دي مخلفات ونتاج طبيعي لحكم الاستبداد والفاشية العسكرية اللي مصر بتعاني منه وبترزق منذ عام 54 تحديدا. هو نفس الشاكلة اللي هو بتاع طشرة الملوخية محمد علي إبراهيم، هو نفس الفكرة انه بتاع محمود الكردوسي اللي نساء مصر حبلى بنجمك. طيب خليني يعني استعرض معكم مع السادة المشاهدين نص ما قالته الأستاذة أماني. تقول بعد أن استعرضت لك هذه النماذج، هؤلاء هم أغلبية الناخبين من شعبك الذين امتهنت آدميتهم وتم تجهيلهم لعقود طويلة، والذي لا نستطيع برغم قدرته الجسدية أن نمنحه رخصة قيادة مركبة أو رخصة استخدام سلاح خشية أن يقتل بضعة أشخاص، فكيف نمنحه رخصة قتل وطن بأكمله؟ ما هو ده الكلام اللي بقوله ده. بص يا دكتور اسمح لي في التمسيق في الوصف اللي هقوله ده. في زمن السيسي يعني من الممكن أن تجد عاهرة يعني تتشاجر مع قواد لأنه لم يعطيها أجرها، وتقول له سأحاججك أمام الله. هي دي الفقرة، تبقى هي عاملة العيب وفي نفس الوقت التاني بتاع عيب وبتلجأ لله، فهي بتقول له أستحلفك بالله، بتستحلفيه على الله. لازم هو نفس الشعب ده اللي أنتوا ضحكتوا عليه وقالوا الشعب المصري العظيم في 30 يونيو وتم استدراجه من خلال الكابونات في سهرة 30 يونيو بالغسالات والمراوح والحاجات دي كلها. هي نفس الشعب اللي هللت ليه وقالت الشعب المصري العظيم 30 مليون. هم دول لما جه الشعب المصري وقالوا رسالة مهمة جدا للخارج لمن دعم السيسي وللسيسي بان احنا مش عايزينك، يتم اتهامه بالجهل والفقر.
في حين ان هي انا ابويا راجل بسيط وابوك راجل بسيط وابويا راجل بسيط. المعايره بظروف الناس هو ده النظام الموجود يا سيد الفاضل. دوله الاغنياء فقط هي دوله السيسي ودوله المعرضين. نعم الا ترجعك عفوا هذه التصريحات الى تصريح عمر سليمان ايام ثوره يناير بان الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطيه بالاساس؟ هو مش كلمة عمر سليمان، هي كلمة عمر سليمان وكل رؤساء الوزراء السابقين قالها أحمد نظيف وقالها عدد من الوزراء السابقين في عهد مبارك، قال إن الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية، وكأنه بينسوا زي ما بيقولوا. هل تتفق مع هذه الرؤية أستاذ؟ لا طبعا، لا بالطبع يا فندم. أنت ترى أن الشعب المصري مؤهل للديمقراطية؟ بالتأكيد، لأنه رغم كل الظروف والحاجات اللي بتقال على الشعب المصري، أنا بشوف ده إنه في النهاية في عدد من الثورات اللي قام بيها وفي الإرادة الموجودة تمثلت في رؤية في الانتخابات اللي كانت بعد ثورة 25، لما الشعب المصري شعر أن صوته هيكون له تمن وهيؤثر هب الشعب المصري وسمعنا أن في ناس بتدي للإسلاميين وناس بتدي للليبراليين وناس بتدي للإشرافيين، وكان عندنا مجلس شعب فيه تمثيل من كل الناس. هنا الناس لما حست أن صوتها هيوصل ابتدت تشارك، لكن بعد إلقاء هذه الأصوات في صندوق القمامة ماذا حدث؟ عاد الوضع لما يسمى برمان 2010 وما قبله. إذن السلطة الموجودة في رأس الدولة المستبدة هي التي تطلق على الشعب اللي بتحكمه، وبعدين لما هم غير مؤهلين بالديمقراطية بقى أنت غير جدير أصلا بأنك تحكم هذا الشعب. شوف لك شعب تاني. هو أنت لما تكون رئيس عندي انت رئيسي المفروض لاي عيب فيا انت بتعمل على اصلاحه، فلطالما ظل هذا العيب موجود اذا العيب فيه ببساطه. اشكرك اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد عبد الجواد رئيس حزب البديل الحضاري نافذ على مصر. حلقتنا خلصت، اشوفكم الاثنين 9 بتوقيت القاهره. تصبحوا على خير.